وصلنا لفقرتنا الختامية لليوم، هي الفقرة النفسية الاجتماعية اللي بنحكي فيها دائما عن كيف ممكن نوظف قدراتنا الذاتية بتطوير حياتنا وجعل حياتنا أفضل. اليوم رح نحكي طبعا عن قوة العقل الباطن، كيف ممكن استغلاله بتحقيق النجاح في الحياة من خلال استخدام تقنيات معينة تعتمد على التأمل الفكري، التفكير الإيجابي المبدع وغيرها من التقنيات. وهل فعلا ممكن للشخص انه باستخدامه لهي التقنيات انه هو يغير من حياته؟ كل هاي الأسئلة والتفاصيل اللي بتخطر ببالنا اليوم رح نطرحها على ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة هناء الأزهري، اللي هي اختصاصية بطبعا علم النفس. يسعد اوقاتك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، يسعد صباحك. يسعد صباحك. كثير اوقات بنسمع هذا الشيء، حتى حاليا اصبح في جزء من يعني جزء كبير من المختصين بهذا المجال اللي بيعملوا فيديوهات مثل ما بيقولوا تنمويه وتحفيزيه على السوشيال ميديا او على صفحاتهم ومنصاتهم، بتقول يمكن المشكله نفسها شخصين بينحطوا قدامها، كل شخص ممكن يتخطاها بطريقة مختلفة طبقا لطريقة تفكيره بالمشكلة وتحليله لأبعاده ولقدراته. لهيك خلينا نبلش، شو يعني استخدام العقل الباطن بالتفكير الإيجابي أو التأمل العقلي أو ما إلى ذلك من مسميات؟ تمام. أول شيء خلينا نعرف شو هو العقل الباطن للإنسان. هلأ للإنسان في العقل اللي احنا بنعرفه التفكير الطبيعي. تمام. في جزئين من التفكير أو من وظائف العقل مثل ما بقولوها، في العقل الواعي اللي نحن وعيانين شو عم نساوي، وقت نيجي ندرس مثلا، وقت الدراسة، وقت تحضير أي شيء جديد، هذا العقل الواعي بيكون شغال، هو اللي فيه التحليل، هو اللي فيه التركيب، هو اللي فيه اتخاذ القرارات. أما العقل اللاواعي فهو عقل مسؤول عن كتير أمور، يعني عقل هائل القدرات مثل ما بقولوها، هائل القدرات، يعني يمثل العقل الواعي والعقل اللاواعي مثل الجبل الجليد اللي مغمور بالمي. الجزء البسيط هو العقل الواعي اللي ظاهر، أما العقل اللاواعي اللي هو الجزء الأكبر. طب هذا موجود عند كل الناس ولا لا؟ بيختلف بين مين بيقدر يكتشف هاي القدرات ويطورها وبين مين لا، مخلي هالقوة الكامنة خفية عن إيديه. تمام. هلا هذا الموضوع انه العقل اللاواعي وظائفه موجودة عند كل الناس، يعني وظائف العقل اللاواعي هي بتتمثل بالمشاعر، بالأحاسيس، بالذكريات، حتى وظائف الجسم مسؤول عنها العقل اللاواعي، التنفس، نبضات القلب، الحركة، رمشة العين، كل هاي بنعملها بشكل لاواعي. يعني إذا نحن بدنا نراقب رمشة عيننا كل ما بدنا نرمش بدنا نكون واعيين فيها، أو التنفس، وقت نتنفس نحن بدنا نكون واعيين بكل نفس، فبصير عندنا كثير مشكلة، يعني بصير ما عاد نركز بهاي الأمور الثانية إنه ندرس ونطور من حالنا أو نتخذ قرارات بالحياة. فهاي مسؤولية العقل اللاواعي تصبح تلقائية لا إرادية، يعني عم تصير لحالة. والعقل اللاواعي كمان مثل ما حكيت فيه الذكريات، فيه الرواسب، يعني كل شيء بتشوفيه أنت بالحياة يعني قدراته هائلة. أنت فيكي تلقطي باليوم أكثر من مليار صورة بالعقل اللاواعي انت ما انتبهتي له يمكن بالعقل الواعي. كيف بنفسر هذا الشيء؟ ممكن تشوفي مثلا انت شخص تقولي هذا الشخص من اول ما شفته ارتحت له، صحيح، انت ما بتعرفي ليش، بس عقلك كاريزما، عقلك اللاواعي هو بيعرف ليش. انت بمرحله معينه من عمرك قابلتي شخص قريب من صفاته او قريب من شكله، وكان في موقف حلو بينك وبينه، في مثلا وانت صغيره شخص مثلا اعطاك هديه، اعطاك، فالعقل بيصنف وبيحفظ. تمام. هي بيحفظ الصفات. بس انت ما بتحفظي، عقل اللاواعي ما بيعرف ليش، بس مستحيل ما يكون مارق عليكي موقف من شخص بيشبه هذا الشخص اللي انت شفتيه قلتي ارتحت له من اول نظره، وبكون مخزنه. وكمان المشاعر السلبيه نفس الشيء، انه تفوتي على مكان بتلاقي ما ارتحتي بس بدك تمشي. فعقلك اللاواعي بكون لاقط من زمان صور شيء مرتبط بهذا تمام، مرتبط بهذا المكان او بهذا الجو اللي انت عشتيه، ما منك مرتاحه، ف يعني بصير عندك مشاعر سلبيه. العقل اللاواعي بيجيب لك المشاعر مثل ما انت عشتيها تماما، مثل اذا مخزنه مثلا ريحه عطر، هو حاسة الشم أقوى شيء بتخزين الذكريات. ريحة عطر، بتشمي ريحة عطر كنتي حاطيتها يمكن من 10 سنين أو من 20 سنة،
بترجعك لنفس الموقف اللي انت عشتيه بهذيك اللحظة. تمام؟ فالعقل اللاواعي قدراته كتير هائلة وكتير يعني إذا الشخص عرف قدرات عقله، للأسف أنه أكثر الناس ما بتعرف شو عنده قدرات، فهي محدودة. يعني بيقولوا لك أنه مثلا بعد سن 30 أو بعد سن 40 الإنسان خلص ما عاد فيه يحفظ شيء، ما عاد فيه يجدد بحياته أو يتعلم شيء جديد. ناس أخذت بكالوريا عمرها 65 سنة ودخلت الجامعة. تمام. عنا هون بسوريا سيدات متفوقات يعني. تمام. وفي ناس بتلاقيها أنه خلص بعد الكبرة جبة حمراء بتلاقي، والناس الكلام السلبي وأنه خلص بعد ما شاب ودوا الكتاب. تمام. أنه راحت علينا وش بدنا بالدراسة وكذا. فلا، هاي قناعات وهاي موجودة بالعقل اللاواعي، انت مغذية عقلك فيها انه انا ما فيني اعمل هالشيء. تمام. انا ما فيني اعمل فيها، اذا بتضلي عم تدرسي ليل نهار ما رح تقدري تعملي شيء. انت عاطية فكرة لعقلك اللاواعي، عقلك اللاواعي ما بيميز بين الفكرة الصح والفكرة الغلط. تمام. فنحن يعني من هالمنطلقات صار فينا نعرف نحن شو نعطي وشو ما نعطي بعقلنا اللاواعي. بدنا نحط نحن مثل غربال أو مصفاية على عقلنا اللاواعي. إذا قاعدين عم نفكر صفنانين، صار معانا موقف، صار معنا مشاعر سلبية، فوراً منشغل العقل الواعي إنه أنا ليش هيك صار معي مشاعر سلبية، معناتها أنا شرد مخي لأمور ممنيحة. لا، هذا اللي أنا كان بدي أسألك عليه. هاي بيسموها آلية العمل. تمام. مع العقل الباطن أو اللاوعي. لهيك كتير بنسمع عن دراسات بدول برا إنه الصورة إذا مرقت يمكن 3 سنين، صنفتها الجمعية البريطانية 3 ثواني، فهي ما بتلحق يفسرها العقل، فبتروح للعقل اللاواعي. فلهيك يمكن عملوا تدقيق على التصنيفات وبعض الإعلانات والمشاهد اللي هي ممكن تغذي مع الوقت تعمل سلوك عنفي ما إلى ذلك، مثل بيقولوا الكرتون العنيف ممنوع. أكيد. وعليه رقابة لأنه هو بيتخزن باللاوعي اللي ما بيفهمه الشخص. تماما. شو هي الآلية اللي بنقدر نشتغل عليها حاليا كمختلف الأشخاص لحتى أنا أقدر غذي اللاوعي تبعي بشي يفيدني بعدين، خليني عندي تفكير إيجابي، صير مثل ما بيقولوا باللاوعي أعمل ردة فعل إيجابية. تمام. أول شيء، أول تقنية هو الوعي بالشي اللي أنا بدي أغيره. أنا بطلع على حالي بالمراية، أنا مثلا سمنان شوي، نحفان شوي، بلاها هي. هي تركية، هي اللاوعي ما بيقدر يتحكم فيها، هي الوعي الكامل متحكم فيها. إذا سمنانة أو نحفانة بالمجمل، إذا قلتي لواحد صباح الخير حليان نحفان، لو مو نحفان فأنت رفعتي الطاقة تبعيته للسماء يعني. للسماء. صحيح. حتى هاي الأمور فيه يتحكم فيها العقل اللاواعي. أنت بتعطيه أوامر من عقلك الواعي. أنا مثلاً دائماً بعطي أوامر لجسمي إنه أنا مثلاً إمتى ما زدت شوي وزني أنا فيني أرجع، أنا بتحكم بجسمي، أنا فيني جسمي فوراً بيستجيب. وهي بتجيد يعني طبعاً أنا فادت؟ عقلك اللاواعي ذكي، ذكاء خارق، بيسمع الكلام اللي أنت عم تحكيه وبينفذه بغض النظر إذا هذا الكلام صحيح. كل العالم ذكي اللاواعي؟ تماماً تماماً. خلص يعني اليوم إذا قلت له أنا بدي أنحف، أنا بدي أنحف، بيمشي الحال. أكيد. يعني أنت بدك تحطي هدف. مثلا نحن بتيجي لعنا واحدة مثلا اسمينا عندها مثلا مناسبة بعد شهر وحاطة عين على فستان كتير حلو وحابة تشتريه، بس هذا ما بيجي على قياسه. هي مشكلة كل السيدات. فبنقول لها أنه جيبي قبل بشهر علقيه قدامك جنب المراية، وكل يوم تطلعي على الفستان وتطلعي على حالك بالمراية، طلعي قديش بدي وقدي لازم. تمام. ففورا العقل بيعطي إشارة للجسم انه انت خفف اكل، زود الحرق عند حرق الدهون وهي الامور. يا خوفي تقعد تطلع عليه تبكي وبعدين تحط علبه شوكولاته تروح الاكتئاب. نزيد هي زيادة. هي بدها تحكي بطريقه ايجابيه، ما بدها تحكي بطريقه سلبيه. اكيد. فيعني اذا عنده هدف الانسان لازم يحققه. صحيح. ومن تقنيات كمان انه نحن نبرمج عقلنا اللاواعي هو الخيال. دائما لازم نرسم صورة نحن للشيء اللي بدنا اياه، صورة الجسم المتناسق، صورة مثلا انا بدي اتخرج واصير مثلا دكتورة، بدي ارسم الصورة بذهني واغذيها كل يوم كل يوم، وافوت مثلا على جروبات الدكاترة، اغذيها بالافعال. طبعا طبعا انا ادرس لحتى اوصل لهذا الحلم. هلا اذا الانسان عم يعمل تفكير ايجابي. تمام. هلا الانسان اذا عم يعمل افعال وما انه مقتنع بالفكرة او خايف منها ما بتتحقق.
فنحن بنحكي بنبرمج عقلنا هو بيحفزنا للأفعال. يعني بده يكون الشغل سوا الاثنين، نحن نحكي لأنفسنا إنه نحن بدنا نصير كذا، بدنا نعمل كذا، ونفوت مثلا دائما نغذي هاي الفكرة. مثلا بنقرأ عن الأطباء، بنقرأ عن جروبات الأطباء، بنفوت على جروبات الأطباء، يعني كل ما بنشوف طبيب مثلا هيك كيف لابس، كيف عم يمشي، كيف البريستيج تبعه، فبنعشق بنتعشق هاي الفكرة. طيب استاذة هنا، هي آلية ومن الآليات الكثير اللي حكيتي عنها، انه انا كيف امشي بالعقل اللاوعي او العقل الباطن. على الجانب الاخر، في كثير ناس بنسمع بيقول لك هذا بني ادم متشائم، او هذا بومه، وين ما بيروح بحل الخراب، بيحكي عن شغله بتصير، بيقول بدي ساوي كذا او انا ما رح تزبط معي وبتصير معه. هذا الشخص السلبي، هل هي سلبيته وتعامله مع الأشياء، أم هي لها علاقة فعلا بأنه هو صار يجذب هاي الأشياء السلبية له؟ تماما. العقل، يعني نحن أول شيء العقل اللاواعي بيجذب لك الأشياء اللي أنت عم تغذيه فيها. يعني الإنسان، أنا وقت أقول الإنسان قادر يغير الكون من حواليه بالأفكار تبعه، بده يبلش من فكرة، هو عم يغذي الفكرة، عم يقول أنا منحوس. في يعني بعرف شخص أنا بضل بقول عن حاله أنا منحوس، أنا مالي حظ، بتسكر بوشي فعلا وين ما بيروح، يعني أبدا، بس نشوفه بنقول الله يجيله عن جد. يعني وفي ناس بتلاقيها متفائلة، يعني يعني من فترة مثلا جماعة قاعدين قال هلأ رح تيجي الكهرباء، قالوا له لا بدها لسه نص ساعة، ما لها بالعادة تيجي، هلأ ما اجت الكهرباء. فهو عنده طاقة إيجابية، خلص مؤمن بالفكرة اللي هو بده يفكرها بده تصير. هذا بدنا إياه بكل بيت هذا التفاؤل تبعه عشان تيجي الكهرباء. يعني بشكل عام اليوم حكينا قديش هي مهم فعلا إنه الشخص ينطلق من نفسه من دون ما يكبل نفسه بقيود، إنه أنا إذا عملت هيك بده يصير معي هيك، أو يستبق مثل ما بيقولوا آلية الاستباق، إنه أنا لا أنا متنبئ، بعرف، حاسب أموري. قبل ما نختم اليوم، نصيحة بتحبي توجهيها لكل الناس اللي حابة إنه فعلا تجرب، مجرد تجربة، بجوز نحن عم نحكي حكي الناس تعتقده مو واقعي، تجرب تجربة ممكن تغير رأيها. تماما. أول شيء بده يكون عنده الإيمان، الشخص بده يآمن بالفكرة. يعني أنا إذا عم بقول، يعني أنتوا عم تحكوا حكي مثل ما تفضلتي حضرتك، أنا ممكن في ناس تقول إنه هذا حكي، مجرد حكي مو واقع. تمام، بس أنا شخصياً مجربة هذا الكلام، ويعني صار واقع معي، إنه في أمور صارت معي غيرت لي حياتي 180 درجة. هي أفكار بتبلش بفكرة، فبدك تآمن أنت بالشيء. ومشكلة الناس إنه هي بتفكر بالمخاوف تبعها، ما بتفكر بالأهداف. يعني أنا حابة أصير دكتورة، بس أنا بدي أصير دكتورة، معقول؟ يعني والله صحيح. الظروف يعني دائما بيخلق الامور السلبيه لحتى هاي بتحجب عنه الشيء الايجابي. يعني بدي اختم انا بكلمه، انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادعوا وانت موقن بالاجابه. يعني بدك تدعي وانت خلص صارت الشغله عندك. يعني هذا الشيء اللي بيجذب الاشياء الايجابيه. اكيد وسع طبعا، يعني رب العالمين وفرجه أكبر من أي شيء، وفوق تماماً طاقة كل البشر. بيقولوا سأل مجرب ما تسأل حكيم، ببعض المواضيع مو دايماً، لأنه نحن ما بنشجع أنه ناخد من تجربة بعض، لازم أكيد في شغلات معينة نروح فيها للمختص. سألنا طبعاً اليوم المجرب الأستاذة هنا، بنتمنى الكل يستفيدوا من هذا الحديث وهي التجربة اللي قلناها. شكراً لك لوجودك. شكراً معنا. شكراً للمشاهدين. والأهم واللي بدي أختم فيه حديثنا لليوم وحلقتنا من صباحنا غير، قالت عنه ضيفتنا، اللي هو الإيمان بالنفس. الإنسان المؤمن بنفسه بأنه هو قادر يتخطى بعض المشاكل، ما رح نقول كل المشاكل لأنه ما لنا ناس خارقين، أكيد بلحظة من اللحظات ممكن نضعف، ممكن نيأس، ممكن نحس أنه في باب متسكر بوشنا، بس هذا لا يعني أنه هي نهاية الحياة أو نهاية الدنيا. بعد كل عقبة رح نقدر نخطي اللي بعدها، لأنه رب العالمين خلقنا كبشر أو كإنسان قادرين على التكيف والتأقلم مع أصعب الظروف إلى أفضل الظروف. وبنتمنى ظروفكم اليوم تكون حلوة وإيجابية، ونكون ضيوف لطاف خفاف على بيوتكم. ضلوا على شاشة الإخبارية لمتابعة آخر الأحداث. تبوا بألف خير. باي باي.